نطالب بانتخابات ديمقراطية، انتخابات نزيهة. ما احنا من حاجين لأي طرف، أما احنا نريد تمثيل حقيقي ونريد انتخابات حقيقية تمثل الشعب، أما ما تمثل بعض الكوادر اللي هم مثل ما قال جايين يسلطون علينا. احنا هذا الكلام مرفوض وما نقبله بشتى الوسائل. احنا نريد إعادة انتخابات حرة ديمقراطية، واحنا ما احنا ضد أي إنسان يتقدم وأهله ينتخبونه ويقدمونه، احنا ما احنا ضده. مضبوط يا بلال؟ فهذا اللي احنا نتمناه من الإدارة، ونريد نطلب من